بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن اربح 8 دولار من كل 1000 زيارة عربية، وحد أدنى للسحب 1 دولار من خلال اختصار الروابط. طبعا معنا موقع لينكاوي، موقع عربي جديد. تقومون في البداية بالتسجيل به عبر الضغط على مستخدم جديد. تضع اسم المستخدم، بريد إلكتروني، كلمة مرور، تعيد كلمة المرور، تؤكد التسجيل. مباشرة تقوم بالدخول، لا يحتاج إلى التفعيل. تضع هنا اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني، كلمة المرور، وتسجل دخول. سوف أعمل هذه العملية وأتيكم إن شاء الله. إذا سجلت دخول، في البداية سوف تكون واجهة الموقع بهذا الشكل. انظروا لوحة التحكم، هنا لوحة التحكم، ها هي. طبعا هنا لانجويج، وهنا تسجيل الخروج. طيب، وهنا يقول إعلان، يعني زي الإعلان يقول لك هناك مسابقة. هنا يحسب لك عدد المشاهدات، إجمالي الأرباح، أرباح لحالة، متوسط التكلفة لكل، لا أعلم ما هو، لا أعلم ما هي تكملة الجملة. على العموم إحصائيات. هنا أعلى 10 روابط سوف تجدها موجودة هنا أمامك، هذه الإحصائيات. طيب، إدارة الروابط، بإمكانك أن تضغط على كل الروابط وترى الروابط الموجودة عندك من تعديل أو إخفاء وما إلى ذلك. هنا الروابط المخفية، إذا ضغطت على إخفاء فسوف تخرج هنا. طيب، الآن سحب الأرباح. سحب الأرباح، طبعا الرصيد المتاح للسحب والرصيد في انتظار السحب، وإجمالي ما تم سحبه. إذا وصلت هنا متاح للسحب 1 دولار، تستطيع أن تضغط على سحب الأرباح. طبعا عند الدفع تكون العملية في حالة المعالجة إلى أقرب وقت يوم دفع. لو نزلنا هنا، انظروا أين، عندما يصل حسابك إلى الحد الأدنى البالغ 1 دولار أو أكثر، يمكنك طلب أرباحك بالنقر على الزر أعلاه، بالنقر على هذا سحب الأرباح. ثم يتم إرسال الدفع إلى حساب في وسيلة السحب الخاصة بك خلال أيام عمل، 1 يوم بعد طلب. نحن ندفع فقط في أيام العمل، لا في أيام العمل. أيام العمل لا تشمل يوم الجمعة والسبت، وأي طلب تم سحب له في هذا الوقت، يقصدون يعني يوم الجمعة والسبت، ينتظر إلى يوم الأحد. يرجى عدم الاتصال بنا بخصوص الدفعات قبل وقت الاستحقاق لتلقي دفعاتك. يجب عليك ملء طريقة الدفع ومعرفة الدفع هنا، إذ لم تكن قد فعلت ذلك، كما يطلب منك ملء جميع الحقول المطلوبة في قسم تفاصيل الحساب مع بيانات دقيقة. نحن نتبع موقع الدولار لايف لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند سحب أموالك بتكوين. يتم خصم، ليس لنا علاقة به، هو خصم من المحفظة يقدر 20,000 ساتوشي. وجب التنبيه لهذا. طيب، بعد ذلك عندك هنا الأدوات. طبعا في الأدوات عندك رابط سريع كما ترون، اقرأوا طبعا ما هو موجود، ومجموعة من الروابط. أدخل ما يصل 20 من عناوين، يعني بإمكان أن يختصر لك 20 رابط في مرة واحدة. وهنا اختصار المواقع، وهذا أيضا للمطورين، والاختصار من المتصفح، وأيضا ماذا يوجد؟ وهنا الإحالة. إحالة، ها هو الرابط الخاص بك. طبعا برنامج الإحالة من لينكاوي هو وسيلة رائعة لنشر
ما من الخدمة العظيمة وكسب المزيد من المال مع الروابط المختصرة الخاصة بك. قم بدعوة الأصدقاء من الرابط الخاص بك والحصول على 5% من أرباحهم مدى الحياة. طبعا ما ينقص من أرباحهم أبدا، بل الموقع يعطيك كمكافأة وهدية فقط لا غير. طيب، وهنا المسابقات كما ترون، إذا أردتم أن تقرأوا أو تدخلون في هذه المسابقة، طبعا هناك 6، 100 دولار، 45، 35، 30، 25، والسادس 20,000 زيارة محتسبة بيعطونا 15 دولار. وهناك أيضا من الإحالة، وتنتهي المسابقة يوم وقفة عرفة، ويتم تسليم الجواز والإعلان عن الفائزين في نفس يوم الانتهاء. باقي 5 أيام، 16 ساعة، 36 دقيقة وثانيتين. طيب، في الدعم الفني، خلينا نروح الدعم الفني بعدين نرجع للإعدادات. الدعم الفني، الشراكة الإعلانية، هذا بريدهم، وسائل دفع مخصصة، ومشاكل في استقبال حسابك الدفع، هذا البريد اللي تراسلهم عليه، هذا هو. لما ما ينسخ هنا لا أعلم لماذا. على العموم، وهذا البريد الدعم الفني. كذلك يوجد المراسلة، إذا أردت أن تكتب اسمك، الموضوع، بريد الإلكتروني، والرسالة الخاصة بك، وتأكيد طبعا البريد الإلكتروني الخاص بك. أما هذه البريدات إذا أردت أن تراسلهم من بريدك مباشرة يعني. وهنا أيضا غير متصل، العبارة يعني ماسنجر، تستطيع التواصل معهم. طيب، نرجع للإعدادات. يهمنا في الإعدادات الملف الشخصي، هذا أهم شيء حتى تستقبل الأموال. تضع اسمك الأول، اسمك الأخير، العنوان الأول، العنوان الثاني، المدينة، والحالة يعني المحافظة، يعني هنا مثلا الأحساء، هنا الحفوف، الرمز البريدي، والدولة تختار سعودي أريبيا. طبعا تبحث عنها في حرف الاس إذا كنت من المملكة العربية السعودية. طيب، أين هي؟ نعم، ها هي سعودي أريبيا. هنا تضع رقم الهاتف، بعد ذلك معلومات وسيلة الدفع، تختار شنو تريد أنت، باي بال، أو مثلا حتى موجود عندك بيتكوين، أو بقية البنوك الموجودة عندك كما هي موجودة هنا. اختار أي وسيلة تريد واضغط عليها. طبعا لو اخترت بيتكوين، هم وضعوا لك ملاحظة أن اللي بيحول لك البيتكوين بخصم منك 20,000 رسوم، فخلك أحسن لك على الباي بال، أفضل شيء، أو أي بنك آخر تريدان، ثم تضغط على تأكيد. هنا لو كنت تريد تغيير كلمات المرور، تكتب الحالية والجديدة والجديد وتأكيد. كذلك لو كنت تريد تغيير البريد الإلكتروني. طبعا كيف تختصر الآن؟ باقي كيف نختصر؟ تضغط على اختصار رابط جديد هنا، تضع الرابط الذي تريد أن تختصره، واللي نختصر مثلا أي موقع، أي موقع، خلينا نختصر مثلا هذا الموقع، مثلا خلينا نختصره. طيب، تأتي إلى هنا، تضع الرابط، ثم تضغط على اختصار، يظهر لك الرابط المختصر، تضغط على هنا لنسخه، النسخ. الآن لو أردت يعني أن تراه، انظروا كيف سوف يخرج، سوف يخرج بهالشكل. تقوم أنت أو الزائر تعلم يعني، علشان لا يكون يفعون، تعلمهم كيف يتجاوزون الإعلان. يضغط هنا،
يفتح معه صفحة جديدة يرميها، يضغط أيضا على الإكس الصغير، ثم يضع يتحقق من الكباتشة هذه، عاد يختار على حسب ما هو ما يخرج له فوق هنا، شنو يخرج له؟ يمكن يخرج له بالإنجليزي طبعا. لو مكتوب تخطي، لو حطهم وفقط التالي ما راح يستفيد أي شيء، كله بيكرر. خل يضغط على التخطي تخطي لين يجي كلمة تحقق، هذه آن يقوم يضع أشهر، يجي علامة الصح، يضغط على هذا الزر، عفوا شوفوا كل ما سويت شيء انبثقت صفحة جديدة وفتحت صفحة جديدة، يحذفها ويرجع لنفس الصفحة هذه. اضغط هنا للمتابعة، يضغط عليها، بعدين بيجي له 10 ثواني يعد، يكون ايضا ينتظر، ارجو الانتظار مكتوب. اذا ذهبت الثواني يكون هذا باللون الاخضر الغامق وفي كلمة جلب الرابط، يضغط عليه، طبعا بثقت ايضا نافذة جديدة وراحت، لكن وين راحت؟ راحت في الأسفل هنا، يقوم يحذفها أيضا ويضغط على جلب الرابط من جديد، وبكذا راح يدخل إلى الموقع اللي كان موجود قبل قليل، اللي اختصرنا يعني رابطه. طيب أتمنى يعني من الجميع أن يقوموا بالتسجيل في هذا الموقع، فهو موقع رائع جدا. أتمنى من الجميع ألا يمروا مرورا كراما بدون أن يسجلوا في هذا الموقع. سجل وترك، سجل واختصر أي رابط بتعطيل صديقك، بتنشره في الواتساب، بتنشره عندك في الفيسبوك، بتنشره في تويتر وتربح يعني 8000 زيارة، بتربح عليها إيش؟ $8. تقول أوش يجيب 1000، شو يجيب 1000 زيارة حتى تحصل على إيش؟ $8. أقول لك الحد الأدنى للسحب هو $1، يعني يعني 125 زيارة راح تأخذ $1. إذا أخذت $1 حوله، حول على أي وسيلة من الوسائل المتاحة، حول على باي بال. باي بال يفيدك في شراء المنتجات من المواقع الصينية، في دفع رسوم شركات الشحن، في شراء لعبة، في شراء فيلم، في شراء كتاب، في شراء برنامج، في شراء أي شيء، يعني مو صعبة، لا تستصعبها ولا شيء. استغل وجودك على الانترنت، استغل يعني طلع من الانترنت أموال، بدل انك بس تتصفح وتنتقل من هنا وهنا وتقرأ وتستمع وتشوف، سوي لك شيء على الانترنت، خلي كلك مدخول يعني من هالانترنت، بدل ما تكون بس مستهلك حق الانترنت تتلقى، خل ايضا تاخذ من الانترنت، تاخذ شوي من اموال تستنفع من وراه يعني، وتعطي الناس يعني اشياء جديدة، ما المانع يعني. اشرح فيديو حتى لو كتابيا او صور شلون يتجاوزان الاعلان، وحطها عندك في حساباتك الفيسبوك، ما تصور ما في احد ما عنده فيسبوك وتويتر، قضية سهلة. أتمنى أن الجميع يقوم بالتسجيل في هذا الموقع. كان هذا كل شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، وضع تعليق على هذا الفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.